وعلى الصعيد ذاته، نفت فرقة الرد السريع انسحابها أو انسحاب قواتها من طريق بغداد كركوك بعد إكمال عمليات الثاري أو ثاري شهداء الثانية، وأكدت أن بعض الجهات المغرضة بثت شائعات بهذا الشأن. وقال بيان لإعلام الفرقة أن قطاعات فرقتنا ما زالت ماسكة للأرض وبإسناد من الحشد الشعبي وعملية صلاح الدين وعملية ديالى وطيران الجيش والقوات الجوية، وسوف نبقى ولا ننسحب إلا بأمر من القائد العام للقوات المسلحة.